الاسود في هذا الموديل ديال كاشطابي و200 درهم. شوفوا معايا ما تلقاوش، شوفوا السنافير في العبار الصغير، شوفوا معايا ما شاء الله العبار والقياس الجديد دائما طوب. وشوفوا اللون اللي وراه حتى هو نفسه في زواقه اخرى في الجري، شوفوا ما شاء الله. شوفوا معايا اللون الثاني، شوفوا 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 واعر، شوفوا شوفوا اللون يعني هذا غيجيب لك النعاس. حتى في ازار قطن 100% مورا، عارفين الشركه ديال مورا اليوم فيها هاوته اللي هو لي زار بالمخاد اللي شفنا الجديد في تكستوره اليوم والوينات كذلك. عندنا حتى في اجود ولا ارقى موديلات اللي جاوا في الفيطات الهزور كل ما يتعلق بالزياده اليوم. شوفوا معايا شوفوا معايا ما شاء الله. ورنا في الفيديو اللي فات كان دار ضجه ولقات اقبال ديال ثلاثه البياس، جوج في العرض و4 متر في الطول 500 درهم. موديل البنات الجديد اليوم موديلات هادو من الكويت، هو الموديلات الراقيه ما شاء الله. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار. واليوم مسلسل ثلاث ليكول دارك اليوم من المحل ديال الافريشه، غادي يكون فيديو اليوم ان شاء الله. اليوم ثاني كاين الجديد، يعني كل اسبوع كاين الجديد، ولكن اليوم غادي تكون حلقه خاصه هكا الزياده الوليدات اليوم ان شاء الله. شوفوا تبارك الله ما شاء الله اليوم الجديد، هذا الشيء للوليدات، كاين الكويت، كاين الزربيه، كاين الجديد في المنطا. غيخليوكم معنا، تبعونا من الاول حتى الاخر، ما تنساوناش في لايك وفي بارطاج. بالنسبه للناس هما اللي راكم عارفين المحل فين كاين، الناس يدخلوا عندنا جداد مرحبا بكم والف مرحبا، الدار داركم كما تنقولوا. المحل كيتواجد مدينه الدار البيضاء بالفيدير أنفاس مع مقاطعة الصخور السوداء، الباب الكبير الباب الرئيسي اللي على الشارع الكبير اللي تيدوز عليه الترام كيف ما كتشوفوا. غادي نزومي ليكم يعني الباب الكبير ديال مقاطعة الصخور السوداء، هاد الشارع تيدوز منه الترام. بالنسبة للناس اللي تجي في الترام تهبط في محطة الياسير، محطة الياسير راه مدرقين غير هاد الديور، غير واحد جوج خطيوات تهبطي وترجعي تقابلي مع هاد المقاطعة ودخلي نيشان. حتى الناس اللي يجيو مثلا خارج كازا ولا يجيو في التران يهبطوا في محطة كازا فوياجور، محطة المسافرين اللي كتبقى غير هنايا الفوق، وغادي يهبطوا غير شوية ويسولوا على الباب الرئيسي ديال المقاطعة، حيت هاد المقاطعة عندها باب من هنا وباب من اللي كاين الناس اللي كتتلف وتمشي من الباب الآخر. حنايا عاطين حتى بالنسبة للناس ديال كازا يسولوا على لاباتيسخي ديال سميت لاباتيسخي عمود، عمود راه معروف الفرع ديالهم اللي في بلفيدير حنا وراه، يعني حتى لاسينيسيس معروف عمود حنا وراه من هنايا، ولاسينيسيس وحده اللي كاينه بلفيدير هي هادي. ها انتم قدامنا هنايا باش ما نشدش الناس، يعني المدخل الباب اللي تيدخلوا منه الموظفين حنايا يعني جهته. بالنسبه للمحل تيحلوا طيله الاسبوع ما كيسدوا حتى شي نهار لارسال لجميع المدن. ونقولوا صباح الخير ناديه. ناديه صباح الخير. صباح النور. كي صبحتي؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. بخير، كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله. صافا الحمد لله. ناديه كانت عيانه. ماشي مشكل. دعواتكم. كان برا في وجوههم. الله يحفظك يا ناديه اختي. كنبغي لوجههم ربي كيعطيني ذاك القوة. الحمد لله. كتوحشي شي عائله كيخصك تمشي تشوفيها. الحمد لله ناديه. هما راهما العائله الاولى. الله يحفظك. ديالنا راه ما غنقولوش العائله الثانيه، ولا راهما عائلتنا، حيت كاع اللي كتشاركي معاه الرزاق وكتشاركي معاه الكلام وكل شيء راه كيولي فرد من العائله. الحمد لله اللي حشمه. ومرحبا بكم البنات وميات الف مرحبا من طنجه حتى للقويره. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. افضل الصلاه والسلام. والبنات الله يدخل عليكم هذا الشهير ديال شعبان يا ربي امين، كامل الصحه يا ربي امين. وشي رزيق يا وشركم مبروكي، نسيت ما قلتها لكمش. وشركم مبروكي اللي نسيتي انك الله يحفظك انا يا اختي. هما خواتاتنا وصحاباتنا وكلشي اللي كاين، داكشي اللي كاين. يدخل علينا وعلينا وعليهم الصحة والسلامة. يا ربي ويدخل عليهم هذا الشهر مبارك مسعود، وما نسيتش نطول عليكم البنات، ما تنساوناش لي جيم وبارطاج باش تعم الفائدة عندنا على الناس كاملين. وثاني مرة كنزيد نبارك لكم العواشر ويدخلها عليكم ربي بالصحة والسلامة. ومداو على بركة الله. شي حاجة يا ربي تسخرها لي في هذا الشهر. يا ربي آمين. هذا الشهر ديال الغفران وشهر ديال الحمد لله. الله يجعلوا علينا شهر مبارك مسعود علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. الإسلامية كاملة وهذوك الناس مساكن الناس ديال تركيا الله يرحمهم. واللي باقي عايش الله يجعل يشافي فيه البركه ربي. والله يجعل البركه لكل شيء، وراه حتى حنا مأطرين هذا الشيء باش حنا مسلمين الحمد لله. فهمتيني؟ الحمد لله. يلا مرحبا بكم على بركه الله. نبداو بالكويت بلاصه وحده ان شاء الله، نبداو من هنا وحنا غادي. اول كويطه البنات هو هذا بلاصه وحده اليوم و150 درهم. ها
هانتوما كيكون نفس الفاس من هنا اييه كيكون هكا مطلاسي بهاد الباندا هادي من هنايا. اول لون فيه هو هذا شتو. اللون الثاني حتى هما بالمخيدات ديالهم كيف ما كتشوفوا ها هو. هذا لون اخر حتى هو سكرينيو ما شاء الله الارسال لجميع المدن. 24 ساعه كتوصلكم السلعه ديالكم. ما تنساوناش البنات ملي يجي مبارطاج باش يكون تفاعل في الفيديو وسيرتو لي بارطاج البنات. اييه شوفوا معايا هذا عاوتاني شكل اخر هذا الوليدات هانتو هذا غليظ شويه هانتوما. شدي من تما هكا باش يبان ليهم بالمخده ديالو. الثمن ديالو اليوم فقط 180 ما كاينش 200 درهم وجوج 350 بنيته وليد. هما اصلا نقصنا فيهم في الواحد 20 درهم وملي كتاخدي جوج عاوتاني كيتنقص لك 180 بدل 200 درهم. شوفوا هذا الشكيل هذا تا هو ابطال ديالنا الاميرات ديالنا. شوفوا معايا اييه وديما مخيده البنات. هذا بنات ولاد الوينات اللي فيه فرشوه بنات ولاد نفس الفاس الاميرات ديالنا فروزن في الازرق اييه 180. هادو دائما عليهم طلب ومنين تيجيو راه تنصورهم ليكم. شوفوا هذا اللون هذا اصفر. بقاو معنا البنات مور هادو راه غندوز لكم البيبي ان شاء الله واللي الغزالات ديالنا اللي ما عندهاش يا ربي تعطيها في هاد العواشر يا ربي امين. واللي موحوله الله يفكو حيله على خير واللي موحوله يا ربي تسهلها على من اول عيطه يا ربي امين. من اول عيطه زوينه هذه زوينه هذه جدا الله يرحمها اللي كانت كتقولها من اول عيطه. شي وحده حامله كتقول لها انت بنتي الله يفك حزامك الله يفك حيلك من اول عيطه الله اكبر. اول حاجه كنقولوا يا ربي هي اول عيطه هي اول عيطه. شوفوا معايا هذا الموديل هذا شكل اخر زينب هذا تكستوره هذه تكستوره هذه تكستوره ودوفاس نشوفوها. دابا هذا فاس هنا فيه لون هذا في الماشا وهذا في الفروز كيكونوا مختلفين ماشي نفس هذا كود دوفاس بجوج ديال الوجوه. شحال الثمن هذا؟ 200 درهم. من هنا هنا سبايدرمان بشكل اخر وبحال هذا دابا كيكون شتي بحال دابا هذه فروزن في الغوز وهنايا باربي وبحال هذه كارز وكارز كارز كبير كارز صغير. هادو كيمشيو ب 200 درهم. يلا سكريني ولو اللي عجبكم شتو التلوينه ديالهم حيت دو فاس كاينين شنو كاين طابيات اللي غادي يمشيو معاهم واخا نشوفوهم ان شاء الله حتى هما. البنات بقاو معنا راه غندوز لكم البنات واخا. اليوم هذا موديل في التكستوره بلاصه وحده لاول مره البنات هذا اول مره في السوق. وهادو حتى هما من الكويت التكستوره الاسباني ضد الحساسيه القطني خطير هاد الكويطه البنات وفيه لوينات باردين ما شاء الله يعني لوينات هادئين كما تنقولوا. اول لون متر وثمانين على جوج متر في الطول و 230 درهم على جوج وربعين في الطول 230 درهم اليوم مقصي 40 سنتيم حتى متر وعشرين تيفرشها. شوفوا معايا هاد اللون هذا كيفاش جا ما شاء الله. شوفوا شوف الملمس ديالو راه قلتها ليهم قلت لهم الملمس ديالو قطني هذا قطني جا غزال. شوفوا معايا هاد اللون وهاد الشيء راه فيه جوج بلايص بالنسبه اللي بغات تاخذ ليها ولوليداتها فيه جوج بلايص. شوفوا هاد اللون فن هاد الكري هذا خطير. شوفوا هاد اللون هذا تا هو ما شاء الله ها هو. شوفوا هذا الربيع دابا ان شاء الله فصل الربيع دابا هذا دوفاس دوفاس في هاد الفاس هكا وعندو فاس ايجي اسبرو. شوفوا هذا كاروات كبار بالكري الفاس الاخر نفسه هذا نفس الفاس. شوفوا هذا غيكون دو فاس فاس على هذا الشكل لا نفس الفاس 230 درهم وفرشت العبار المطله متر وعشرين نديرو لها 250 قسمه داك ال 20 درهم الله يسخر. شوفوا هذا اللون هذا التحت ديالو اييه شحال بحال ما شاء الله نفس الشكل. وغندوزو الموديل اخر هذا موديل اخر بان لي كانيش والجديد فيه ويزار واو
شوفوا حتى اللي بغى يقلبوا وحتى الكانيش واللواط. اه وكاين شي كانيش واللواط والمخدات كذلك مخدمه المعلم حيت موديل جديد ومطلاسي شفتوا ومخدومه هكا مطلاسي بهذا الفيزلين. الفيزلين الداخل آه. حيت باش ما كيخرجش اول لون فيه هو الغوز البنوتات ولا البنات. شوفوا اللون الثاني الابيض ديالو ها هو فيه لوينات فنين. شوفوا هذا الموف هذا شوف ما شاء الله. الاصفر اصفر قليل فين تلقاوه في الكواد. شوفوا لي الاصفر كي جا اه الباج ما شاء الله فنين هاد الكواطات هادو. شكون اللي متفقه معايا؟ شوفوا الكوراي كي جا اه لا فن ما شاء الله. يكتبوا لينا في التعاليق كي جابهم يكتبوا لي شكرا والله على دوك التعاليق الفنين ما شاء الله عليهم. شكرا لكم اللي خطاكم عليا. الله يتزيد فيه اللواط هذا هذا شوفوا معايا هذا فاس كانيش وفاس ايزار ها الجديد في بلاصه وحده لي بازير حتى اللي بغى حتى اللي بغى يقلبوا يقلبوا اه تخدمي هكا وتخدمي هكا واخا فيه الكانيش خفيف آه في الملمس ديالو واعر هذا اه ما شاء الله فن هذا الموديل هذا. ايه الثمن تا هو 230 يلاه كلشي فرش اليوم. شوفوا لي هذا اللون هذا وقلبي لي باش يبان لهم في الاحمر. شوفوا الكانيش ديالو في الاحمر ها هو. شوفوا هنايا هذا اللون ما شاء الله. هذا راه غير فرشناه في الناموسيه ديال البلاصه شحال بعناه تباع ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا معايا هذا اللون هذا بعدا من الجديد هذا الموديل شو ان شاء الله. شوفوا معايا هذا الشكل هذا حتى هو ونمشيو ان شاء الله للطابله الاخرى ديال جوج بلايص. ما نمشي لكم للطابله الاخرى ندوزو لكم هنا كل ما يتعلق بالزياده لي بيبي الاطفال. نبداو هنا هذا بينوار هذا فوطه هادي فوطه كتكون فوطه بالقب بهاد لا مارك هادي هادو راه مارك هادو ديال الاسبان. نتوما كادو مخير اللي كتوجد لوليداتها الولاده ديالها الله يفكو حيلهم على خير. الثمن ديالها زينب 180 درهم. هادي 180 درهم فيها الالوان حتى شي بلاصه هادي ياك حصريا ما كاينش. كاين هذا في الغوز في الغوز كاين بزاف ديال الزواقات انت اللي عجباتو شي حاجه يدير لها سكرين. وقيله هنايا الكرتونه كتعطي اللون اللي في اللون اللي داخل الزواقات كتختلف. هذا في الشيبي للوليدات انتوما حصريا هادو هنا 180. شوف شوفوا هذا اللون هذا هذا الغوص حتى هو بروسهم اخرين هادو جوده هادو نورمالمون الثمن ديالهم شحال داير؟ هادو كيمشيو 200 250 درهم 200 250 ديال البيبي كيكون قليل. شوفوا وعاد هادي ماركه معروفه وهذا الكري هذا هذا ازار نفس لا مارك ياك هذا 100% كوطون حتى هو 180 180 درهم كيكون 3 بيس هادشي كيعطيوك الطريقه ديال لافاج ديالو كيكون 100% قطن فيه ليزار ديال لاستيك ديال الكونه كتكون فيها 60 على 120 ويزار ديال الغطا ومخده ما شاء الله 3 بيس هي حتى 100% كوطون هذا قطن 100% 180 حتى هو فيه الالوان هذا مارون هذا هذا الزواقه كاين الغوز كاين بلو سيال كاين الاخضر دابا كاين اللي تقدر دير اونسومبل بين هذا وهذا بين هذا الالوان في الزواقات يعني تقدر تاخذ مثلا هذا وهالبينوار ديالو مثلا هكا مثلا بحال هكا هذا ولا عندها في حضره هانتي هذا مع هذا يعني تيمشيو بجوجهم واخا نشوفو هنا نكملو عندنا هنايا هادو مانطات هادو دوك المانطات صغيورين كتكون فيهم 80 على متر وعشرة هادو دوك المانطات ديال يعني اللي كيتغلف به في الزياده هادو تا هما 180 درهم تا هما نفس الماركه ديال الاسبان فيهم ربعه ديال الالوان كاين الغوز الشيفي هذا غادي شويه الفيغ او كاين البيض وهذا شيف شيفي اخر شوفوا الفرق بين دابا بوحدو كيبان الشيفي تحت هذا الشيفي وهذا كيبان الفيغ او 180 درهم تا هما ندوزو المانطه الكبيره الكبيره ديال مورا نشوفو تحليها زين حلو حطها فوق حلو اه ماشي مشكل غير نشوفو هادي مورا ماركة مورا معروفه في المانطات الكبار هي كتكون فيها شو هذا متر و40 الثمن ديالها
هانتي متر 10 على متر 40، هذه الثمن ديالها 230 درهم. 230 كنهضروا على مورا. على مورا كتكون الساشي بحال هكا. فيها الشيبي الوليدات. هذا الكمالة ديال لونسومبل. اللي بغى ياخذ المانطا نفس الرسوم. كاين الباج، كاين الكري. كاين الغوز. 230 وكاينه هذه مورا حتى هي، هذه غلط من هذه، وهذه كتكون محببه ودوفا دوفاس دو فاس. هذه دايره 300 درهم، كتجي هكا بالبواطه حتى هي متر متر 10 على متر 40 كبيره، كتجي البواطه ديالها يعني يديها كادو. كيفاش كتجي البواطه ديالها؟ هذه 300 درهم، هذه 300 درهم، هي ثلاثه الالوان البيض الغوز والبلوسير، ولكن كنهضروا على جوده، كنهضروا على شي جوده. اييه كاين دابا هادي، وكاين هذا الموديل هذا اللي بغيت اللي فيه الكانيش دابا، هذا سامبل وهذا كانيش. نفس الموديل نفس هو، كاين اللي كيبغي لداخل هكا وكاين اللي كيبغي لداخل مبطن، حتى هما ثلاثه ديال الالوان نفس الثمن 300 درهم بيض 300 درهم الشيبي والغوز وغوز. وهذه حتى هي جديد، هذه ديال لا مارك فيلفيت هذوك ديال تركيا، دايره منطل كبيره، هذه ثمنها حتى هي جد مناسب، دايره 200 درهم مقارنة مع الثمن في السوق. هنا الشكل ديالها تهي كبيرة، كتجي محفرة. تهي متر وعشرة على متر وربعين، كتجي محفرة بهاد الرسوم، ومن هنايا طيطبة 200 درهم. فيها اللوينات، فيها الشيبي، فيها الغوز، فيها داك الماغو، فيها الباج مفتوح ديالها، أربعة ديال اللوينات 200 درهم. هذه هي تشكيله جديده بالنسبه للوليدات ولا للزياده. ان شاء الله اليوم الكويت 200 درهم، اليوم فقط 180، اليوم كويت جوج بلايص متر 40 ياك، متر 40 180. اول لون بحال اللي شفنا ديال 150، لا اييه ها هو، شفتوا اول لون هو هذا. نشوفوا اللون الثاني. اللون الثاني هادو هميزه البنات في هذا الكويت 180، اول مره يدوز 180. سيري زينب بجوج مخدات، ها هو اللون الاخر باش من والخدمه ديال المعلمه ناديه كنقولوا لهم. ها انتم لا هذه غير كتخشى كتدخل، واخا ولكن عندها واخا نوريك. لا عندها كتدخل، لا ما عندهاش، هذه ما عندهاش غير كتدخل. سير والفاس هذه راه فيها دوبل فاس. ماشي كلهم، ماشي كلهم. هادو كيديروهم اللي عندهم لي كاش كيخدموا لهم من داك الشيء، حيت المهمه ديالهم هي ديال داك الغاليه تسخن، هذه تخدم بالكاش الدراوش من داك الشيء. شوفوا هذا اللون هذا 180، كاين هذا اللون هذا 180، كاين هذا اللون هذا 180، واخر لون، اخر لون هانتوما. ندوزو الموديل اخر ان شاء الله. هذا حتى هو كويت، هادو ديال 200 درهم 250. هادو فيهم العرض، هادو يفرشوا حتى المتر و60، حتى المتر و60 وحتى المتر و80، الحد في القد شويه ناقص، الحد في القد 42 على 22. هذا 250 نفس الموديل، غير هذا فيه الطول وفيه العرض، فيه الطول وفيه العرض، وهذا والثوب ماشي بالكمبيوتر، كيكون خياطه ياك، وكتكون فيه الجوده شويه في الثوب وفي اللواط، حتى اللواط ديالو شتي كيداير، كيكون جوده طالعه، جوده طالعه. يلا سيري. واخا ولون اخر، شوفوا هذا اللون ماغون ترابي، كاين هذا الشكل هذا ازرق. هادو 250 البنات، واللي دوزنا قبل 180 درهم. شوفوا هذا العرض باين، العرض باين، هذا 22 42 معروف فيه العرض باين. كاين هذا اللون هذا من الكويطات الاكثر مبيعا، لا كيتباع بزاف، هذا كيبغيو اللي عنده اللي عندهم الكاش كيجيو مزيان. كاش كويط كيجيو ياخذوا، حيت رطب بزاف، شحال من وحده كتقول لك نكوفري به غير الماطله، عندي الماطله قاصحه شويه كتلمط به الناموسيه وعاد ان شاء الله النعاس مخير. اخر معايا هذا اللون، وغندوزو للتكستوره. التكستوره اللي شفنا في بلاصه وحده هانتوما، والجديد فيها اللوينات اللي شفنا الجديد في التكستوره اليوم، واللوينات كذلك الطوب. شوف هذا فحال اللي شفنا في البلاصه وحده، والثوب ديالها قطني. اول لون، الثاني ها هو
شوف سيري زينب الثاني كتفرش هادي حتى ثمن زينب 270 بدل 300 درهم تفرش متر و 40 متر و 60 متر و 80 اليوم 270 بدل 300 درهم. هذا اللون خطير وهذا اللون هذا حتى هو انتم ما شاء الله التكستوره معروفه التكستوره ما شاء الله شهرات معنا هذه التكستوره شوف دابا غادي دابا غنبداو نجيبو الجديد فيها دابا الربيع ان شاء الله كيختلف العبارات الاثمنه شوف كنقول لي نفس الموديل ولكن كيختلف الثمن على حسب الموديل وعلى حسب العبار شوفوا هذا اللون حتى هو كيجي ما شاء الله دابا ندوزو الموديل اخر هذا كوات موديل اخر نشوفوه الجديده البنات كوات بالعبار الكبير هذا اللي تيجي فاس جوج على جوج اللي ما كيلقاوش العبار قدهم هذا فاس هنايا كما كتشوفوا فراكه ومن هنايا فاس ازار ها انتم الموديل المخده هي نفس الشيء اييه فاس فراكه وفاس ازار هذه ماشي فراكه 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 كارو هكا محترمه جدا ها انتم الموديل كيفاش كيجي العبار الكبير بالنسبه اللي ما كتلقاش العبار الكبير هذا الموديل هذا والثمن ديالو 380 درهم عندنا فيه البوردو عندنا فيه الغوز مرتديله عندنا فيه هذا الماغو عندنا فيه البلوغو وعندنا فيه الفيغ او يلا الناس العبار الكبير وعاد نرجعوا لهذا الكويت هذا هذا كويت من الكويتات العبار الكبير هذا تو كنظن ايطالي هذا اسباني اسباني حيت باين العبار الكبير شحال فيه زينب ولا لومباراج ديالو 42 62 ها كيفاش كيجي الفاس ديالو وحتى الجوده في الثوب باين هذا عاوتاني شكل ثاني نقادو المخادو نطلق ها نتوما كيفاش جا في التفريشه منين قديناه هذا من الكويطات القطنيه لا كاليتي اللي طالعه ما شاء الله والعبار ديالو كيف ما قلت لكم 72 على 72 يعني عبار كبير التفريشه ديالو كيفاش كتجي عندنا في اول لون هو هاد الكري هذا ها نتوما اللون الثاني زينب حيد لك هذا شوفوا اللون الثاني ما شاء الله لوينات رائعين غير حيدي غزلان شوفوا اللون الاخر شوفوا هذا اللون هذا هذا غزال هذا شوفوا 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 الجديد الكويت الاسباني ما شاء الله العبار والقياس الجديد دائما طوب وشوفوا اللون اللي وراه حتى هو نفسه في زواقه اخرى في الكري شوفوا ما شاء الله واعر وندوزو نشوفوا هذا الموديل هذا حتى هو هذا كانيش هذا كانيش هذا حتى هو بجو غير منين مسيتو باين شوفوا الملمس ديالو كيجي كانيش وخفيف ما فيش اللواط المخدات ديالو حتى هما نفس الشكل تيجي داير من هنا هادو ديال 600 درهم لا هذا يلاه ولا ب 600 كان ب 700 درهم هذا ب 700 درهم يعني من هادوك الموديل لان الملمس ديالو باين شفتوا هاد اللون هذا ها هو عطي زينب باش يبان ليهم ها لومبالاج ديالو شتو في 52 72 52 72 والثمن 600 درهم اول لون نشوفوا اللون الثاني الثاني شوفوا معايا هذا اللون ما شاء الله موديل في زواقات مختلفين شوفوا معايا هذا اللون هذا حتى هو ما شاء الله هادو من الكويطات الراقيين الجوده شوفوا شوفوا معايا هذا هذا واعر هذا هذا خطير هذا شوف 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 شوفوا هذا ما شاء الله كيجا نصوبوه ليهم باش يبان اكثر اييه غزال ما شاء الله شوفوا معايا اللون الثاني شوفوا شوفوا شوف واعر شوف شوفوا اللون يعني هذا يجيب لك النعاسه ما شاء الله يجيب لك الراحه النفسيه الراحه النفسيه الراحه النفسيه ما شاء الله الله يبارك شوفوا هذا اللون هذا حتى هو ما شاء الله وغندوزوا الموديل اخر ان شاء الله معايا هاد الموديل البنات الجديد اليوم موديلات هادو من الكويت هو الموديلات الراقيه ما شاء الله اللي كيجي هاد الشكل وكيجي الكانيش ديالو حتى هو هادو اللي كنا تندوزو ب 900 درهم اليوم 750 شوفوا من 900 ل 750 هما خداوهم سولد وغنبيعوهم سولد كميه محدوده ولكن هذا كويت لدرتي فوق ناموسيه ديالك ما شاء الله ها نتوما شوفوا التفريشه ديالو كيفاش كتجي من اخويا والعبارات يعني العبار الكبير العبار الصغير وكانيش اييه الجوده ديال الكانيش زوينه
ما شاء الله. شوفوا ندوزوا للسامبل، فيه السامبل وفيه هذوك اللي شفنا مزوقين، فيه الكحل، فيه الماغو، ها هو، وفيه هذا الاخضر هذا انتم ما شاء الله، الله اكبر. وندوزوا لهذا الموديل، هذا هذا كويت هو، هذا الايطالي، هذا كان دار ضجه ودابا جا جات فيه شي حاجه، فيه شي حاجه ماشي بزاف، حتى هو كميته محدوده، كميته محدوده، العبار الكبير فينا هما هادو الكري. انا نوريهم اللوان، الكري مغلوق، فيه الكري مفتوح، فيه البوغدو اللي مفرش، فيه الباج هانتوما، فيه الاسود، فيه حتى الكحل، الكري مغلوق، الكحل، الباج، البوغدو اللي مفرش، والكري مفتوح كيف ما كتشوفوا. وهاد التفريشه ديالو كيفاش كتجي ما شاء الله. الثمن زينب شحال؟ 850 درهم. هذا الكوات هذا كان داز ب 900 درهم، اليوم 850، ما شاء الله، اللهم بارك. الله، المانطا بلاستيك وبالمخدات، هذه مانطا بلاستيك وبالمخدات كيف ما كتشوفوا، كاين كاين حتى هذا اللون هذا، وهذه كتجي لاستيك داير هانتوما، هانت كاينه هكا الوجه قلبي زين، قلبي زين باش تشوفوا، كيجي لاستيك داير يعني كتلمط، واخا تكون عندك متر وربعين غتجيها متر وربعين تاهي غتلمطها، غتحيد فيها لاستيك في هذا اللون، اليوم 150 بدل 180، في هذاك اللون الفيغ او بداك الزرق، كاين هذا اللون هذا فنينه البنات. نعاون ناديه، كاين هذا اللون هذا 150 بدل 180، ها هو كاين هاد، شوفوا معايا هاد اللون زوين، واو الماغو زين على المروان، كاع اللوان مغلوقين عزازين عليا، انا حيت كنشوفك بقيتي فيا مسكينه ناديه مريضه، راه شفتو كيف ما قدتش توقف، بقيتي فيا كنعاونك. شوفوا هاد اللون هذا حتى هو 150 بدل 180، تنقصات فيه 30 درهم. وندوزو ليزور، الطلب ديالكم ديال الفلاني للبنات، الفلان شنو معناته؟ طاليان قطونه، داك اللي كيكون هكا سخون، قطونه هذا، هذا راه الصيف، هذا ليزار كيقولوا ليه قطونه ولا قطونه بالقا، قطونه قطونه بالقا، هذه هي اللي كانت بكري، ما غيشوفوها في الغلاف، هذه كانت بكري، كانوا ولا جداتنا وداك الشيء كانوا كيديروها قشابه، وكانوا كانوا كيقولوا لها قطونه، عرفتها دابا شنو القطونه هي هذه، دابا هذه ماماك غتعرفها قطونه، ها هو الامبالاج ديالو، هو راه كيكون واللوينات فنين فيها، صحي 100% لا صحاب الحساسيه لا لاي واحد، 100% قطن. طب هذا متر وستين، شوفي المخاد فيهم 50 على 80، المخاد على حسب المخاد ميديكال، وهو فيه متر وستين على جوج، وفيه 30 في العلو، دابا هاد المطاطا 25، ها انت راه كبير، فيه 30 في العلو، 30 في العلو ها هي باينه، وليزار فيه 42 على 82، حتى هو كبير، فيه ليزار دلاستيك، وفيه ليزار الغطا، وفيه ليزار المخاد، والثمن 280 درهم، 380 درهم، 380 درهم. عطيني اللوان، فيه الغوز زينب، ها الغوز ديالو نفس الموديل غير اللوان، فيه الموف، في هاد الماغو هذا والكري، وفي هاد الاخضر، مرحبا الناس اللي كتسول على هاد ليزار. المانطا ان شاء الله، المانطا ب 100 درهم في الراكه اليوم، جاو فيها لوينات فنين، شوفوا معايا اول لون مانطا ب 100 درهم اليوم، هانتوما نوريكم عن قرب بالنسبه للناس اللي اول مره، هانتوما شفتوا سيري ناديه الموف، هادو خلاص ما كيبقاوش، الفراكه قليل فين كتدخل، كتدخل سامبل، دابا الفراكه كاينه، ندوزو 130 هذه المحفره، وجوج 250 هذه عاوتاني كتجي متينه شويه على ديال 100 درهم، هانتوما شفتوا كتجي شويه متينه على 100 درهم، تخكوا هذه تخكوا، كاينه فيها الكري، فيها الماغو، هذاك الكري باج ترابي، عندنا هذا الماغو هذا، وعندنا هادو اللي كيكونوا هكا مزوقين حتى هما 130، 130 درهم، شتو كيكونوا فيهم الطبعات، كيكون فيهم الطبعات ديال المانطات الكبار، هانتوما جوج 250 وحده 130 درهم، مره مره كيكون هذا العرض هذا، وهادو راه فيهم غير واحد الربح قليل البنات، ملي كتكون جوج 250 غير باش كلشي يستافد، غادي ندوزو حتى ديال المخدات حتى هما كاينين ان شاء الله، غيخليوكم معنا، هادو كلهم 130،
المنمر حتى هو 130. هنا عندنا مانطا بالمخدات 130 درهم جات، كانت ما بقاتش وكانوا بزاف حتى وبجوج 130. الله يسخر، كانوا بزاف سولوا عليها راها جات، غير جات حنا صورناها لكم انتما في هذا اللون هذا الاخضر مينيتير، كاين هذا اللون هذا الاورانج، كاين هذا البلو بيترولي، كاين هذا المارو. اييه وتجي حتى في بلاصه ديال مترو 20 وبلاصه و 90 90 كديروا جوج مخدات، وحده للور وحده القدام، ومترو 40 خلاص راه كتجي ملمطه مقاده. كاين هذا اللون فلاشي، هذا الاورانج فلاشي ولا هذا الكوري فلاشي، في هذا الماغو شوكولا فرونسي، كاين هذا شنو موف، وكاين الاحمر. وغادي ندوزو ل 150 درهم الغوز الكتريك، الغوز الكتريك واخا لاله ناديه كيكون في السبور بزاف الحوايج، اي ديال السبور هذه عاوتاني متينه ديال 130، وتا هي كتجي هكا كارو بالمخدات. هذه 150 تفرش مترو 20 مترو 40 وحتى 90، فيها الابيض العشاق البلونكاسي، فيها هذا الغوز مرتديله، فيها الكري، ها هي فيها البوردو. كنزربو باش ما نطولوش الفيديو حيت قبيله بقينا تنصورو بشويه سيناريوسنا، فيها هاد باش ما نطولش لي هو كيعجبهم طويل، ولكن البنات كنعتذروا ما شاء الله. ندوزو بالنسبه للبويكيسات راه كيدخلوا الانستغرام طق 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 وكيكومونديو، وبالنسبه للشيبانيات فحالي خصها تقلات ودير براد ديالها تاي وتقلات وتفرج على خاطرها الفيديو. هادو 180 وجوج ب 300، هذه كتجي مانطا كانيش جانتي جوج 350، جوج 350 وحده 180 20 متر و40، باقي فيها العدد ولا كميه محدوده؟ ديما كي داك العدد فيها العدد حتى كتحد الكميه ما شاء الله. فيها الماغو، انا راه ديما كنقولها لهم، انا راه ما نكذبش عليهم، راه ما كان ما كان ما كندير جوج بياسات ونقص لهم الثمن، راه كيعرفوها. هذه اليوم 180 وجوج ب 350، ها البلو ماغين، هذه مانطا بالكانيش بلا بلا لاواط، بلا لاواط كتجي خفيفه ظريفه. وندوزو ان شاء الله وهذه بقاو في 180، عندنا هادو 180، عطينا شي وحده محلوله ناديه 180. انا غادي ربطات الخرشف، هذه دابا ولات 180، شحال كنا دوزنا؟ 200 درهم، ولكن شوفي هادو واعرين هادو، هادي على اللون غزال ما شاء الله، شوف اللهم بالون فن. هذه اليوم 180، المانطا ثقيله ان شاء الله للطلب ديالكم. اول موديل اليوم فيها ثمن ناقص اللي هو زينب، بدل 300 درهم نقصنا لكم فيها، هذه كميات محدودين، سارعوا باش تستافدوا من هذه الهميزات. هادو ها اللون الاخر شوفوا ما شاء الله، هانتوما كاين هذا اللون، هذا كاين هذا اللون. هادو المانطا ثقيله ديال الوزن ديالها بين 3 كيلو ناديه، 3 كيلو 3 ونص. شوفوا معايا اليوم 280 بدل 300 درهم، نص نص. انا كتحمقني هاد المانطا هذه في اللوينات ديالها، لانها مانطا رائعه هذه، حيت كتكون فاس فنين، هادو تيحمقوني الكري ديالها البوغدو الباج ديالها فنين. دابا وقيله بقى في غير هاد اللون، بقى في هذاك البوغدو، حيت صافي ما دابا المانطا ما صافي، دابا سالينا من المانطا ان شاء الله. هادو 330، هادي حتى هي مانطا مصريه، هادي اللي كنا دوزنا ديك المره تبارك الله، حتى هي بقات في هذه الكميه محدوده. وهادي الناس اللي خداوها كلهم، خدات وحده رجعت خدات جوج، خفيفه وسخونه وشكلها زوين. اللون الثاني الاخر ديالها ها هو مانطا جديده، هذا موديل جديد، من هادي 4 كيلو شحال؟ 3800، هادي 3800 4 كيلو اللي كيكون فيهم، جاو فيها حتى هي لوينات رائعين، كتكون هادي هكا حيت أول مرة باش نوريها لكم، ومن هنا كتكون رطبة سامبل، من هنايا فيها مطبوعة ومن هنايا سامبل. الثمن ديالها زينب بدل 380 360، 380 360 ناقص 20 درهم. شوفوا هاد اللون هذا ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا معايا هادي منهم حتى هي وانا زوينين 360 بدل 380، لويناتها تبارك الله فيها تلوينه، حيت يلاه جات جديده. الاولين اللي ورينا لكم اللي نقصنا فيهم، بقات فيهم دوك الكميه اللي وريناكم، هذا موديل جديد ونقصنا فيه ما شاء الله. ندوزوا لهذا الموديل، هذه سامبل ومحفره، هذه فيها 4 كيلو ونص، 4 كيلو ونص
واو 420 درهم. هذه مانطا ديال 4 كيلو ونص مصريه 420 درهم. اول لون الكري ثقيله ما شاء الله. شوفوا معايا الماغو ديالها فيها 4 كيلو ونص الجديد اليوم. غوز فيها البوردو ديالها رائع حتى هو. شوفوا معايا الباج يعني الزواق منها هذه شفتوا اللهم بارك. واو ما شاء الله هذه تركيا. شوفوا هذه التحفيره ديالها كيفاش جات. هذه اكثريه تاخذوها الناس كادوات العريسات. ها هي الثمن ديالها انا ديال اليوم 480 بدل 500 درهم 480 عوض 500 درهم. هذه مانطا ديال تركيا نتوما واللوينات اللي فيها. فيها هذا الغوز كتجي محفره من هنا كيف ما كتشوفوا ما شاء الله، ومن هنا هكا رطبه سامبل. البوردو الكري الباج والغوز 480 بدل 500 درهم. نشوفوا المانطا الاخير اليوم اللي جا. هذه مانطا من المانطات الراقيين مورا البنات. الملمس ديالها مطبوعه كيف ما كتشوفوا، جا فيها اللون واحد. والثمن ديالها زينب 600 درهم. راه كتكون بحال بولير هذه الثوب ديالها، هذه لصحاب الحساسيه شتي ما كطلقش شتي، وكتكون سخونه ورقيقه. كتكون سخونه ورقيقه شتي، هما المعايير ديالها كاملين كاينين ما شاء الله. خاليه من المواد الضاره. ها هي الثمن ديالها 600 درهم 42 62 ما شاء الله. زوين فيها البنات ديروها في لا ماشين اه فيفا فيفا وسخونه ديروها في لا ماشين فهمتي، تخرجوها ناشفه والله ما شاء الله. عندنا هاوته في ازار قطن 100% مورا. عارفين الشركه ديال مورا اليوم فيه هاوته اللي هو ليزار بالمخاد وليزار تلغطا وليزار دلاستيك، يعني العشاق القطن 100%. هادو البنات الثمن ديالهم الاصلي شحال زينب؟ كاين 400 500 درهم على حسب العبارات. واليوم الثمن؟ اليوم متر 40 متر 60 350 درهم. 350 ناقصه 50 درهم في هاد ليزار هذا، لانه قطن بالنسبه للناس اللي كتعرف هاد الماركه هادي راه عارفه الاثمنه ديالها في بلايص اخرين. اه شنو؟ متر 80 ناقصه 100 درهم. متر 80؟ 100 درهم عوض 500. نشوفوا ان شاء الله اللوينات وعاد نشوفوا المقاسات. هاد العبار ديال مترو 40 غادي يبقى ب 350، جوج مخدات ازار تلغطا وليزار دلاستيك. نشوفوا اللوينات انتوما، هادو اللوينات ديال مترو 40 نفس كيف ما في الصوره كيف ما في الصوره. وريني غير الصوره هانتوما هانتوما اللوينات ديالهم، ولكن كيبان باش كيدور كيبان حسن كيبان حسن. واخا نشوفوا هادو اللوينات ديال مترو 40 ها هو اللون، هذا لون كري 350 هذا الموف. وهذا خلو اللي مفرش لك واخا عطيني متر و 60 متر و 60 350 هو 350 بحال متر و 40 بحال متر و 60 350 قليل فين كيكونوا الوان بحال بحال في نفس العبار. ها هو ديروا سكرين هادو تلقطن 100%. دابا متر و 80 هادو متر و 60 باقيين في متر و 60 متر و 60 فيه بزاف ديال الالوان. المهم اللي بغى شي لون غادي يلقاه، دونك اللي يسول على اي لون غادي يلقاه غادي يلقاه. نشوفوا متر و 80 فيه الماغون ها انتوما، فيه هاد الماغون منمر، فيه هذا شيبي، فيه هاد اللون هذا. هادو الثمن ديالهم 400 درهم بدل 500 درهم. هذا هو العبارات اللي فيهم ما شاء الله. متر 40 متر 60 متر 80. قلت لكم البنات الفوطه اللي كنا فوتنا صورنا في الفيديو اللي فات كانت دار ضجه ولقات اقبال ديال ثلاثه البياسات ب 170 بلون بالاج هكا. اليوم جات فيها زواقات جداد، جات فيها الخميسه بجوج لوينات وجات هاد الزواقه هادي حتى هي الجديد اليوم. اليوم طروا بياسه البنات في البواطي ديالها 170 درهم. الاخرى البنات في الجديد في الزربيه اليوم هادو الكولوار اللي العبار ديالهم زينب 55 على متر و 80 الثمن 130 درهم. هادو كانوا داروا ضجه في الفيديو اللي فات ما شاء الله ما بقاوش، ودابا جات هادو اللوان جداد. شوفوا معايا هاد اللون حتى هو اليوم 130 درهم. كولوار كوزينه بيوت النعاس اللي كيكون عندهم بيوت النعاس صغار تاخذ جوج ديرهم غير في الجناب. شوفوا 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 معايا ما شاء الله هذه الزواقه حتى هي 130 درهم. عاودي ذكرينا بالعبار زينب 55 متر و 80 شفتوا ما شاء الله. هذه الزربيه التركيه لونتيطاش. شوفوا معايا هذه الغليظه المتينه اخشيها في الماكينه اخشيها في الماكينه بلا ما سخون غير في العادي. عندنا هذا العبار هذا اللي هو زينب
80 على متر ونص. 80 في العرض على متر ونص، الثمن ديالهم 200 درهم. ولا خدينا جوج كيبقاو 350 درهم. يلا هادو ديوت النعاس. علاش هاد العبار كيمشي لبيت النعاس؟ حيت الناموسيه كتكون فيها 2 متر في الطول، ولا حيتي 50 ديال طابل شوفي كتبقى متر ونص. كتجي عبار. كتجي عبار. شوفي اللوينات هاك. شوفوا اللوينات، واللي عندهم هذا كنهضروا على الناس اللي عندهم الناموسيه كبير، بيت النعاس كبيره. اما اللي عندهم غادي ياخذوا هذوك الطوال في الجناب وهذه ياخذوها. دابا بحال هذيك فيها متر و80، دابا انا ناخذ جوج من هادو ندير وحده هنا وحده هنا وحده نديرها في الرجل بحال هكا. دابا شفتوا ها انتم واش فهمتيني؟ تجي مخيره. ها هي بحال هادو غتجي على هاد الشكل. ها هي نادي داك الشيء اللي عندك فيه غتدي. كنصدق انا كنصدق. يلاه سيري الله الله يقبل. شوفوا هنا انا ندخل الجديد نخرج القديم. الله يصلح. الله يجعله في الميزان. يا ربي امين يا ربي امين. الله يثبت الاجر. شوفوا معايا هاد اللوينات، كاين هاد اللون هذا ان شاء الله. شوفوا معايا هنا وانا كيحمقوا. شوفوا هنايا ما شاء الله طوب الذهب الذهب. كاين هاد العبار هذا حتى هو جديد اللي جا في الزرابي للوليدات والبنوتات ديالنا. شوفوا ما شاء الله اونتيطاش الزربيه التركيه. والعبار زينب مترو 30 مترو 80 200 350 درهم. اول لون سيري هانتوما. ثاني لون ها هو. عندنا حتى اللي صغار. شوفوا اللون الاخر ها هو. شوفوا ما شاء الله معايا الاميرات ديالنا العبار الكبير. عندنا السنافر كذلك. شوفوا الزربيات كيف جاوا اليوم الوليدات اللهم بارك. اليوم حلقه فيها الاطفال بزاف خاصه الوليدات. سير شوفوا معايا الكويطات اللي وريتكم قبيله غادي تاخذوا معاهم هاد الزرابي هادو. هنا عندنا تيران في الدار اللي بغيتي ما شاء الله. شوفوا معايا شوفوا معايا هنايا عاوتاني نحفظوا وليداتنا الارقام. سيري زينب هذا غنشوفوا العبار صغير تقريبا تيكون فيه نفس الالوان. شوفوا معايا العباره زينب هذه مترو متر ونص 250 درهم. هذا الثمن راه ما تلقاوش. شوفوا السنافر في العبار الصغير. شوفوا معايا 250 250 مترو مترونس مترو في مترونس انتوما. تقريبا العبارات اللي شفنا في الكبار هما اللي عندنا في الصغار. شوفوا ما شاء الله هو اللهم بارك. برعتوهم في الزرابي اليوم. جات الكاش طابي اليوم 200 درهم. العبار زينب مترو 90 جوج وعشرين. اول لون هو هذا. شوفوا معايا الاحمر اللي جات هو كيفاش جا. ديروا سكرين هانتوما. هادي كاش طابي حيت بزاف تيقولوا لي واش زربيه. هادي كاش طابي اللي بزاف تيسولوا عليها اللي تنغطيو بها الزربيه الموكيت نفرشوها اللي عندها وليده وليد ولا بنيته تتحبو. انا غنوريكم بالنسبه للناس اللي اول مره. هادي كنغطيو بها الزرابي كيكون عندنا فيهم لون مفتوح. شتو كيفاش كتجي 200 درهم اليوم اول مره نوار فيها. شوفوا معايا الاسود في هذا الموديل ديال كاش طابي و 200 درهم. شوفوا معايا انتوما البوردو اخر. شوفوا اللهم بارك. واخر لون وجات اليوم 4 متر في الكاش طابي الرقيقه حتى هي في الماغو. جات فيها 4 متر اياه ما شاء الله. وندوزو دابا للزربيه حتى هي الخفيفه. واليوم جات الكاش طابي جات حتى ل 2 متر على 4 وكاين دابا نوريكم 3 متر على 2 ديال 400 درهم ياك. اول زواقه شوفوا ثاني زواقه. هذه دائما مطلوبه غير كتجي تنصوروها. اليوم 4 متر جات في الماغو. شوفوا معايا ها هي هذه 3 متر على 2 400 درهم في الهميزات. شوفوا اللون الاخر في الماغو ها هو. دايما باقين في 3 على 2. ها هو هذا البيج انتوما الماغو. هذه 4 متر على 2 بزاف كانوا تيسوا. ثلاثه الزواقات اللي جا في ثلاثه الزواقات كيكونوا فيها دابا جات ها هي 4 متر انتوما. 2 في العرض و 4 متر في الطول 500 درهم.
ياك البنات 500 درهم. عندنا هاد الزواقه هادي حتى هي رمادين تركيا، هي مطروزه فيها دو ديال تركيا. شوفوا الزواقه الاخرى هذه 4 متر كتكون قليله، يعني اللي بغاتها تسارع لان كتكون كتكون فيها كميه محدوده ماشي ديما متوفره. ها هي شفتوا. ونختموا ان شاء الله الفيديو ديالكم، واخا غنختم لكم البنات من هنا. هاد الازار ما كناش غنصوروا حيت الفيديو طويل، ولكن عجبني حتى هو ازار زوين خيط 100%، والوينات ديالو ازار بلاستيك وازار ديال ديال الغطاء والمخيدات. هذا هذا مخدوم على الايد، هذا ميديكال هذا. واللي صار فيه 40 في العلو، هادو ديالكم، هادو ديالنا بلاستيك فيه 40 في العلو وخيط 100% ما شاء الله. قطن الثمن ديالو 400 درهم، 400 درهم غنختموا فيه الاحمر وفيه الباج وفيه هذا اللون غزال ما شاء الله. هذا غير باش غنختموا لكم، كنا نخليو حتى الفيديو الجاي. شوفوا البنات بوسه كبيره وراكم في القلب وجامع البنات وبارطاج باش تعملوا فائده على كل شيء. وكنعاود نبارك لكم العواشر وما نطولوش عليكم، والله يجعلنا خفاف على قلوبكم. وباي باي، سلام عليكم. الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.